السلام عليكم البنات والميمات والخواتات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. اليوم البنات غدا معروضه وغادي نديكم معايا ان شاء الله لواحد العراضه مهمه. البنات دابا الصباح بكري، بقي الله فقت، ضروري انا ملي كنكون غدا معروضه ضروري ولا بد كندي شي حاجه في يدي صراحه، وكيعجبني ندي شي حاجه نكون مصاوبها على يدي. ما كيعجبني الصراحه ندوز نتقدا هكا شي تخربيق، كنقول من الاحسن ندي شي حاجه مصاوبه، بالخصوص الا كنت معروضه للكوتي. البنات ضروري ما نديش حاجه ديال الكوتي، انا راه كنحماق على الوصفات ديال الكوتي وكيعجبوني بزاف بزاف. المهم البنات ديما في القناه راه مشاركه معكم شحال من فيديو في القناه ديال هكا لك انت غاده معروضه، افكار اللي تقدري ديهم معك في يدك هكايا وانت غاده، وفكره من هذوك الافكار كنت مشاركه معكم. راني درت هذا، درت واحد الميني بسبوسه بالكريمه بواحد بريستيج، بواحد التقديم، داك الديكور ديالها هو اللي كيعطيها، كتجي في الشكل ديالها بريستيج واعره كتحمق، ولكن مقادير بسيطه وسهله. جوج البيضات كيعطيونا 24 ميني بسبوسه بريستيج غزاله ديها معاك هكايا كتحمق. المهم انا درتهم كيف ما قلت لكم، فقت بكري على ودي بنتي كتصبح ناعسه، فقت وجدتهم خلطتهم صوبتهم طيبتهم، بقى لي غير التزيين هو اللي غنشاركو معكم، والرابط ديالهم غتلقاوه تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصف، وغنخلي لكم حتى شي روابط ديال الافكار هكايا تكونوا غاديين معروضين، وبالخصوص في وقيته الكوتي ضروري ما نديو معنا شي حاجه هكا في يدينا. انا هذه عاده فيا ضروري ما ندي معايا شي حاجه. المهم غندور لكم الكاميرا نوريكم شنو وجدت وشنو غندي معايا. المهم البنات هانتوما هذاك الشيء اللي وجدت ميني بسبوسات بالكريمه، عرفتوا هاد البسبوسات البنات كيجيو واعرين واعرين في المذاق وحتى المنظر، غتشوفوا غادي نزينهم. انا تخديت كاع داكشي اللي خاصني البارح في الليل، مع عاودت غنوجدهم الصباح بكري، مع اصلا مع ديك الثلاثه خصني نخرج من الدار ونمشي عند السيده باش هكايا يلا نجلس معها شويه ونرجع بكري. المهم تخديت شويه البيستاج غنزين به، وتخديت الورد، هاد البسبوسات باش يجيو في المنظر غزالين وكيحمقوا ضروري ما نزينهم بالورد. الورد البلدي البنات اللي كيتباع عند العطار كيعطيهم واحد الديكور واعر كيحمق الورد، واللي كيسرعهم هو البيستاج مع اللونه البنات ديال البيستاج. المهم هنايا راه تقريبا واحد 10 درهم ديال البيستاج اللي خديت وقطعتها هكايا طريفات صغارين، واللون ديال الورده البنات مع البيستاج كيعطي واحد المنظر واعر. المهم نتوما غتشوفوا الطريقه كيفاش كنزينهم صافي. والكوك هنايا الكوك والورد والبيستاج، المهم هادشي اللي غنزين به. غندي هاد البلاطو، هذا صراحه هاد البلاطو كيعجبني، كان جاني كادو في العرس ديالي ملي تزوجت، كان معقلتش شكون اللي كان جابو ليا كادو، كيعجبني فين ما كنكون غدا هكا في العشيه كنبغي معروضه ولا وجدت شي حاجه كنبغي نديرها في هذا البلاصه الا كانوا شي حاجه تيجيو فيه بطبيعه الحال. المهم ها هنايا فاش غنديهم البسبوسات راه بردوا، وجدت السير وغنحيدو من فوق البوطه باقي سخون باش غنسقيهم به. ديما البنات الا كانت البسبوسه بارده سيرو خاصو يكون سخون، ولا كانوا سخونه يلا خرجتوها تكونوا موجدين السيرو بارد هكا باش كتشرب. المهم غادي نزينهم، المهم غنسقيهم مزيان. هنايا بالنسبه للسيرو البنات درت جوج كيسان ديال الماء مع نص حامضه مع تقريبا شي كاس لارو ديال السكر، ودرت شي قطيرات ديال المزهر. المزهر كيعطي واحد المذاق واعر للبسبوسه، ولا كديروا الساشي ديال الزهر اللي بغيتو. المهم غنسقيهم مزيان مزيان وعاد غنبدا نزين فيهم. المهم البنات بعد ما سقيتهم مزيان مزيان غنحيدهم من هاد الليمون هادو، عاد باش غنزينهم هكا باش ملي نبغي نحيدهم هذاك الشيء اللي غنزين غادي تخوى ليا غادي تخسر. اللهم غنحيدهم عاد باش غنزينهم، باش نوريكم كيفاش كيجيو صراحه شي حاجه دير في يدك واعره وبريستيج. هانتوما البنات شوفوا كيفاش كيجيو، كتجي هنايا البسبوسه والكريمه وعاد البسبوسه. طريقه بالتفصيل غتلقاو فيديو خاص، فيديو واحد درت فيه غير هذه البسبوسه تاع البنات، غادي نخليه لكم تحت من هذا الفيديو في صندوق الوصف، كيجيو شي حاجه واعره تديها في يدك. المهم غنحيدهم كاملين نستفهم في البلاطو. المهم اصلا عندي ليمون ديال السيليكون ما كيلصقوش، غير كندور الموس باش ما يتخسرش الشكل ديال البسبوسه وصافي. ها نتوما البنات راه كيجيو شي حاجه واعره، عرفتوا المذاق يا سلام، وكيجيو هكايا رطبين هشاشين بزاف ومسمدين. ها نتوما كيجيو واعرين
كيف ما شفتوا كيجيو شي حاجه واعره تديها في يدك. وعاد البنات فاش غنزينهم غتشوفوا غيوليو واعرين غيعطيو منظر واعر اكثر. المهم غنحيدو من البنات كاملين بهالطريقه هذه ديمو ليهم وعاد غنزينهم معاكم نوريكم الطريقه كيفاش كنزينهم. شتو البنات كيحمقوا. المهم البنات انا سقيتهم مزيان مزيان بالسيرو ضروري كتسقيهم بالبسبوسه كتبغي تكون هكا مسقيه مزيان. هانتوما البنات تقريبا جوج بيضات هاد الكميه كامله راه درتها غير بجوج البيضات. عطاوني هاد البلاطو اللي غندي معايا عند السيده وعطاوني هادو غنخليهم هنا في الدار حتى هما غنزينهم ونخليهم هكا حيت ما غنديش معايا ولدي غنخليهم هكا يا لان غيبرزطني راه ما عارفين كتكوني غاده معروضه الدراري الصغار كيبرزطوا. المهم هانتوما نشوفوا نوريكم وحيده كيفاش غنزينهم. ندير هنايا الكوك باش يجيني هكا ساهل التزيين. المهم الطريقه هذه من الاختراع ديالي انا اللي اخترعت هذه الطريقه التزيين. هانتوما كنمشي هكا يا جنيبات بحال هكا يا بالكوك. حتى الفيديو اللي كنت البنات شاركت معاكم ديال هاد ميني بسبوسات راه مزينه بنفس الطريق. كديروا الجناب بالكوك وكنحط هكا يا شويه ديال البيستاج هنايا الوسط. البيستاج كيلعب الدور داك اللوين ديالو كيعطي واحد المنظر زوين. وغادا ناخذ وريضه وغنديرها هنايا الوسط وشوفوا على ديكور غادي يا سلام. انا زاليكم كاع تشوفوها. هانتوما البنات شو على ديكور كيجي فيها صراحه كتجي شي حاجه بريستيج شي حاجه راقيه تديها معك هكا وانتي غاده معروضه يعني واحد اللمسات بسيطه كيعطي واحد المنظر واعر. مهم البنات صافي انا ساليت التزيين ديال البسبوسات ديالي. شوفوا كيفاش كيجي وكيجي واحد المنظر واعر. غنديرهم دابا في الثلاجه وغادا نمشي نوجد راسي نلبس عليا ونقاد ونبدل الاريج وعاد تنكون خارجه ونخرجهم من الثلاجه حيت خصهم يبردوا مزيان باش ديك الكريمه اللي فيهم الوسط هكا هي تشد راسها وتكون بارده مزيان. ما ندخلهم للثلاجه تنكون غاده وعاد نغطي الطبيسي. المهم خليكم معايا قبل ما نوجد راسي وداكشي ونمشيو مجموعين ان شاء الله. مهم البنات انا جيت عند سكينه عرفتوا البنات البنت اللي كانت جات عندي. مهم جات عندي نهار الجمعه السيمانه اللي فاتت سكينه اللي جابت لي الطورطه الاريج. هذيك السيده الله يعمرها دار وراكم شفتوها معايا البنات وعرضت عليا اليوم قالت لي ضروري ما تردي لي العراضه. وانا جيت مهم انا وصلت ما قدرت صراحه نصور معكم في الدار كانت راكم عارفين مع اريج والجميع وهذا وخليت ولدي في الدار ما بغاش يجلس غير بالزز. ايوا داكشي كنت مبرزطه ما صورتش معكم وانا خارجه من الدار. المهم انا جيت لبست البنات هذا الكاب هذا صافي وها هي اريج جبت غا اريج خليت اكرم في الدار خليته مع لوستي ما قدرت الصراحه نجيبهم بجوج راكم عارفين وليدات الصغار كيبرزطوا جبتها غير هي صغيره معكم عارفين الرضاعه. وانا شي مسكينه سكينه معذبه راسها حط علينا الحليب والتمر. المهم البنات وها هو البلاطو ديال هذوك الميني كيك اللي جبت باقا سكينه كاع ما شافتهم راه غير دخلت مشات هي واقيلا للكوزينه وانا بقيت حطيتهم هنايا تجي تشوفهم. مالكي جاك الجوع ها مالكي ها انا رضعها يلا هاهي البنات سكينه مسكينه عذبت راسها ومستقبلانا بالحليب والتمر ربي يخليك. مرحبا بكم معايا عند سكينه. سكينه ديليس البنات هادي السيده اللي كانت جابت لي الطورطه ديال اريج وجات عندي مسكينه حتى للدار قالت لي كيجيني حنين لواحد ديك البلاصه اللي ساكنه فيها انا دوزت فيها الطفوله الصغر ديالها والمراهقه يمكن حتى تزوجتي عاد جيتي هنا قالت لي ملي سمعتني كنسكن تما جا الحنين لديك البلاصه. ايوا البنات عرضت عليا ما رديتهاش ليها في وجهها جينا عندها اليوم انا واريج. ايوا ها هي سلمي على البنات. سلام البنات كي دايرين لاباس عليكم نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بعدا بالناس كاملين اللي كانوا جاو عندي مرحبا بهم والف مرحبا تنوجه لهم تحيه وشكرا لهم بزاف على الكلام ديالهم الطيب ونتمنى انا نكون عند حسن الظن ديالهم وان شاء الله يا ربي يكون كل خير ان شاء الله. مازال كتحشم البنات راه اول ظهور ليها في القناه معايا ما كانتش كتبان كتبان هي غير الوصفات وداكشي اللي كتوجد وصافي. وانا شجعتها قلت لها ضروري خاصك تباني باش يولفوك الناس و
وي ولفوا يشوفوك وداك الشيء ضروري خاصك تباني. ايوا وبانت غزاله تبارك الله. وهانتوما معنا البنات ربي يخليك. شكرا. وها هي البنات وكاينه وجدات طويله ما شاء الله ما شاء الله كتحمق هانتوما. لا لا ما شاء الله غزاله غندور لكم البنات باش تشوفوها. شوفوا البنات ما شاء الله تبارك الله طويله غزاله كتحمق. سكينه عذبات راسها مسكينه والله والله الا عذبتي راسك ما شاء الله. البنات راه هي كدير لي كوموند كتوجد هذا الشيء. دخلوا عندها البنات راه عندي داك الشيء غزال غزال داك الشيء ديال. شكرا لك حتى انتيا عذبتي راسك. شكرا لك بزاف البنات جابت لي بسبوسه ما شاء الله عليك تبارك الله وصل عندي. شكرا لك بزاف على الوريضه. الله يعطيك الخير. لا ربي يخليك حتى انت داك النهار جيتي عندنا فرحتنا بثناء وعلاش ما قدينا. ربي يخليك. ها هي البنات والله الا عذبات راسها مسكينه والله. غنوريكم كل حاجه بوحديتها. انا كنحمق على هادشي ديال الكوتي. المهم هاد لي شوسون باش عامرين بالطونو الخضره هادشي كامل صورتيه باش يدخلوا البنات يشوفوا الطريقه. المهم البنات ضروري غنخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديال سكينه ديال هادشي اللي وجدات وكيفاش كانت المهم كتوجد كتسناني راه حتى هي صورات فيديو. دخلوا البنات شوفوه وشوفوا الوصفات اللي دارت وكيف توجدات راه ما شاء الله عليها عندها ما تقول تبارك الله. هذا كيك بالحامض. كيكه الحامض هذه غزاله. نتمنى البنات انهم يجربوها حيت ساهله اقتصاديه اقتصاديه اللي دقه تيبغي ودخلوا البنات البنات كيحماقوا عندي على الكيكات باش نقول لهم حيت هذه اقتصاديه فيها جوج بيضات ما فيها بلا حليب. راه عندي النيت في القناه بدون حليب بلا دانون بلا كديريها باش بالحامض والماء. حتى انا عندي كتجي خطيره كاع البنات عندي في القناه جربوها كلشي كيقولوا لي خطيره مشاركها معاهم. وهاد الميني طارت حتى هما خلاص عندي في القناه هادو. هذا اللي براوني غزالين اللي براوني درتهم غير في ليمون ديال السيليكون باش عطاوني هاد الشكيله كصغيورين غزالين. المهم هادشي راه اقتصادي واخا هكا راه على المنظر. هانتوما البنات شوفوا داكشي غزال. هادو براوني هادي براوني هادي براوني دايره الطريقه ديالها عندي في القناه غير هادو درتهم في ضروري البنات دخلوا للفيديو هادشي كيحمق. دخلوا شوفوا كيفاش وجداتو راه غتلقاو كاع الروابط ديال هادشي. وشوفوا الجديد الجديد ديالنا هادو جينواز ودارتها على شكل ميني كيك عرفتوا هي هذه الطريقه اللي حطيت اليوم الفيديو راه حطيت اليوم وغادي ندرج معاهم في الفيديو ان شاء الله اللي جيتي عندي والضيافه وهذاك الشيء اللي وجدت غادي نوجد معاهم هادو. واليوم راه حطيتهم النيت حتى الجينواز ديالها كتبان غزاله البنات. شوفوا الجينواز كيفاش كتبان طريقه مختلفه ما بينها وبين هذه. المهم هذه كريم باتيسير كريم باتيسير مع شويه ديال شونتي مع شونتي ممكن موسلين دبلومات دبلومات غزال غزال داكشي ما شاء الله. وهاد المملحات بحال اللي كنوجد بحالو هادو غير البنات. هادي راه عجينه ديال المسمن هي هادي اللي صوبت بها لي شوسون وشاطت ليا وقلت علاش العجينه ديال هاد لي شوسون البنات شو ما شاء الله وجدات بهاد المملحات الصغار هما هادو حيت ما كفانيش الوقت باش غندير مملحات قلت علاش لا داكشي اللي بقى ليا هادشي كامل وجدتيه في نهار واحد في نهار واحد ما شاء الله تبارك الله في نهار واحد. هادو اللي كنت موجده لا جينواز صافي ماشي الاخر في نهار واحد غير سبحان الله. حتى انا فاش كتكون عندي شعره دا كنبغي نوجد داكشي في نهار حيت كيبقى داكشي زوين طري مزيان بالخصوص الكيك بحال كينشف سهاد البسبوسات رفقت بكري وقلت كنت غنوجدهم البارح ماشي قدني الوقت وقلت غادي ينشفوا ضروري توجدي الحاجه في لا بصح حتى انا هكاك دابا شحال من واحد دابا هكا تيبغيني نصاوب لي شي حاجه تنخليها حتى النهار بنهار واخا تتعذبي ولكن تتكون ولكن النتيجه زوينه ولكن النتيجه غزال. هادو البنات راه بحال هادو ياكي بحال هادو غير الشكل على حسب كل واحد هاد الشكل هذا وكاين هاد الشكل هذا الشكل اللي مختلف غزالين غزالين ما شاء الله عليك. وهاد الميني هادو هي هادي النيت غير درتها هكا في ليمول ديال السيليكون باش عطات هاد الشكل هذا. هادو البنات الخليط ديال هاد الكيك ديال الحامض درتو في هاد ليمون الصغارين ديال السيليكون هكا باش تعطيك داك الشكيلات هكا زوينين يعني راه البنات راه ملاش من اصعب حاجه هذاك اللي بغيت نوصل البنات بالنسبه يعني بحال هاد العجينه ديال لي شوز خرجت منها المملحات
بحال هاد الخليط ديال الكيك خرجت منه هاد الميني كيك ديال البراوني هادي اللي تخرجت منها هاد الشكل وهاد الشكل. لا لا غزاله واللي حمقني حمقني هما هاد البنات هاد الطقم هذا هاد الصواني اللي حطات فيهم جاي طقم واحد سيري واحد غزالين كيحمقوا. قالت لي البنات راه خداتهم من الانستغرام لا باج في الانستغرام ان شاء الله حتى انا دابا نكومونديهم عجبوني بزاف غزالين. وعادة ما نهضروش على المسمن والبغرير ضروري يكونوا هما الاساس يكونوا حاضرين في الطبيله. ايوا نتمنى من الله تعجبكم هاد الطبيله البنات ودخلوا عند سكينه تستاهل دخلوا عندها الاختي سناء والله العظيم وقبلي علينا الله يكبر فيك. كنت كبغيتك تجي في الغداء ولكن انت قلتي لي بغيت نجي في الكوت داكشي لا حلاش عندي خليت ولدي راه خليته غير مع لوزتي وقلت هكا اللهم الواحد يجي في العشيه دغيا هكا سميعه المكان الساعه شقيناها مسكينه توجدي الغداء وما توجديش هادشي والله العظيم هادشي فيه تمام قبل علينا وصافي ربي يخليك. ايوا البنات اش نقول لكم ما كرهناكمش تكونوا معنا كلشي هادشي ما شاء الله كيحمق وان شاء الله مره اخرى تجي عندي سكينه ان شاء الله نرد ليها في ساعه الخير ماشي ان شاء الله دوم المحبه بيناتنا ان شاء الله يا ربي. ايوا حتى ندوقوا هذا الشيء ونرد عليكم بعد المنظر راه تيحمق ايوا المذاق حتى نشوفه بالحق باين داك الشيء ما شاء الله باين غزال البريريت ديال اتاي البريريت غزال هاد الكيكه البنات راه كتجي غزاله غزاله راه حتى انا كنوجدها ومشاركه معكم في القناه وبزاف البنات وجدوها غير بالحامض والماء عرفتو اقتصاديه وكتجي فيها واحد الهشاشه واحد كتجي كتحمق حتى سكينه كتوجد هاد الكيكه حتى هي ها انتما البنات هادشي هشيشه بلاتي ندور من هنا ها انتما البنات هادشي هشيشه كي تلاحظوا وخصوصا الا درتو فيها داك الفاني بودر وقشور ديال الحامض تجي غزاله في المذاق ديالها اقتصاديه وزوينه غزالة البنات شربوها ان شاء الله زوينة. خلاص البنات اللي في القناة راهم مجربينها عدبتي راسك سكينة شوفت اختي هك ايش جاك الجوع قولي انتم اللي تاكلوا من ما نرضاش يقول حقك الجنة معليك دابا غير بالحليب غير الحليب ولي كاين ما بغاتش بقات هي دابا هي ما عرفتش واش السنينات ولا شنو باش كندير لها هكا يا الرضاع بحال كتبغي تبقى غير تلعب بها كتبقى يا خما الحريق ام الفم بالزول لا الحريق ديال السنان ما عرف زعما باقا صغيره على السنين كاين اللي تيخرجوا قبل دابا هي المهم هي زادت في الاول شهر دابا منين كملت شهر تكمل لها 5 سنين ويلي على 5 شهور ان شاء الله شهور يعني كنقول باقي الحال على السنين لا لا كاينين هي صحيه عاوتاني على يلا سيري خذي اختي شوفي اللي بغاتي كملي كملي ما كليتيش خذي خذي سناء انت لي شوستون خاصكم تجربوا مع البنات جاو غزالين العجينه ديالهم حمقات زيدك عرفتي جات فيهم واحد التقرميشه بحال مصاوبين بلا باط في يدي مورقين صوباتهم غير بالعجينه المسمن غزالي ماما انت ديك التقرميشه كتسمعها اه فنيت درتيهم بالخضره والطوم درت شويه خيزو وقرعه بصيله كيف فقتي بكري ما فقتش صراحة بكري بزاف راه كنت باغا نفيق قولي مع ديك 7 ولكن ما فقت حتى 8 8 وما فقتش بكري اه هو راه حيت مولفة راه بالمرة ملي تيكون عندي شي حاجة ديال شي واحد راه 6 بحال اللي تيكون عندي عواد ماشي راه توجدي عاوتاني الدراري غدايا 6 عرفتي ديال الكوزينه في تاع وخصوصا الا كان يجي الانسان بحال هكا يقول لك عافاك 12 ولا هذا بحال ديك النهار السيده راه كانت غتمشي عندها حتى الاربع قالت لي هي غتفتح 3
حتى الاربعاء عاد تمشي عندها ماما قلت لي صافي حتى الاربعاء مزيان صوبت صابلي وداكشي تلصيقه ومزيان حتى الاربعاء ونصوبوا الصباح ايوا حتى عيطت لي في الصباح قالت لي سكينه راه غادي ايوا وكنت مقابله الواتساب تحرقت لي واحد الطاوه بقات هذيك الطاوه عقباتني الصباح تنعاود في العجينه من الاول باش طبعتها باش كملت ملي يكون عندك شي حاجه في ديال الواتساب انا كنحبسو لا صافي البنات نيت كنت ما دخلتش فينا يا سكينه فين يا سكينه قلت لهم صافي لا ما بقاش بحال هكا لا صافي ما بقيتش تدخلي خاصك تجاوبي هذا وتجاوبي ضروري ضروري تجاوبي الا ما جاوبتيش غيبقى فيهم خصوصا الا قريتي الاوديو ولا قريتي الميساج انا بعض المرات كتوقع عليا كندخل وكنقرا شي اوديو وصافي كنمشي نتشغل كنقضي شي حاجه كنجاوبش عليه كنسى وداك بنادم تيشوفتي كل ما بغيتي تقول خلاص وما جاوبش لا انا عرفتي بعض المرات الا مشيت تشفت بحال هكا ردات الا مشيت تشفت بحال هكا نحطوها نعلقها خليها تشوف هنايا ولا تشوف من الشرجم نحطها انفاصل الشرجم عجبها الضو حطيت لعب معاها ريتاج هادي ريتاج لعبي مع اختي حطيها هنا وتلعب هي وياها هنا في الارض لعبي مع اختي يلا زيدي لعبي مع انتي وياها يلا لعبي ديري لها بحال هكا يلا لعبي معها لعبي قلت لك بنان بحال هكا كتيتقلق لما لا قريتي الميساج وما جاوبتيش عرفتي شنو نقدر نكتب سلام واخا نكتب سلام ما نقدرش ما نكتبش الا ما كتبش يقول لك راه ما بغيتيش تجاوبينا مهم البنات هنا غيسالي الفيديو ديالي معاكم دوزنا وقيته غزاله مع سكينه ما سخيناش هكايا مجمعين وواحد الجلسه زوينه وحتى هي انسانه ظريفه وغزاله ما فضلتها قدامكم غزاله وبنت الناس كنتمنى البنات تمشيو عندها شجعوها ودعموها وصفاتها في المستوى مذاق وكل شيء كيحمق دخلوا حتى هي تستافدوا منها تاخذوا منها افكار عندها خبره البنات ورا قاريه على هذا الشيء راه كانت كتقرا في التوارقه هنايا في الرباط اللي كيعرفوا هذه البلاصه راه معروفه كيقريو في هذاك الشيء ديال طياب واعر وبزاف لي غوسيط واخداهم من عندهم واعرين بحال لا غوسيط ديال البراوني عرفتوا البراوني البنات على ضمانتي سيرو جربوا البراوني ديالها جات معلكه وكتحمق انا شخصيا غندخل الفيديو ديالها وغناخذ طريقه براوني وغنجاوبها ان شاء الله وغنشاركها معكم الا جربتها مهم غنقول لكم سلامة عليكم وكنتمنى تمشيو عندها وتقولوا لها جينا مع سناء تشوفوا الطبيله ديالها كيفاش وجداتها وتشوفوا الوصفات كيستحقوا المشاهده وكيستحقوا انكم تجربوهم غنقول لكم سلامة عليكم ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله.